السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هشرح فكرة الجاكيت ده بناء على طلب إحدى المتابعات. الجاكيت كده يبان إنه مفهوش لبنس ولا قصة برنسز ولا أي حاجة. أنا هركز على شرح طريقة عمل الكول بتاعته وهشرحه لك على السريع، وإن شاء الله سهل وتقدروا تنفذوه بكل سهولة. تعالوا كده نشوف الخطوات. اول حاجة يا جماعة هنيجي نقص الظهر بتاع الجاكيت. انا مش عارفة احدد لك كمية القماش لان الصورة عندي مش واضحة، مش باين طول الجاكيت فيه، بس هو يتراوح من مترين لمترين ونص قماش، عرض 150 على حسب الحجم وعلى حسب الطول. ممكن يكون طويل يعني مثلا عند الركبة او تحت الركبة، او مش عارفة الطول بتاعه مش متحدد بالنسبة لي. عموما يا جماعة اللي ما بعرفش يحسب كمية القماش، لو راح للي هو اللي بيبيع القماش بيوري له الموديل بيبقى عارف هو ده هياخد قماش قد ايه. طيب تعالوا بقى نشوف هنشتغل ازاي. اول حاجة انا هاخد قطعة قماشة كده طولها الطول بتاع الجاكيت نفسه، خلاص، والعرض بتاعها هيكون قد نص دوران الأرداف، وهتزود عليه طبعا مقدار للراحة وهتزود عليه زيادة للخياطة. فأنا كده هاخد كده ربع ربع، يعني هنطبق القماشة طبقتين اهي عشان احسب اقص الظهر. هاخد كده ربع الأرداف كده مثلا يا جماعة اهو، ويكون في عندي زيادة كده، خلاص. فأنا هاخد الجزء ده كده هعمله للظهر. هساوي بس كده، وبعدين هو ما فيهوش لا بنس ولا قصة برنسز ولا اي حاجة، يعني الصورة مش باين فيها قصات دي. اول حاجة هناخد عرض الاكتاف. عرض الاكتاف باخدها واقسمها على الاتنين يا جماعة زي ما احنا متعودين. هناخد عرض الاكتاف كده اهو وهقسمها على الاتنين، هيطلع لغاية كده مثلا هروح نازلة على طول الاربعة سنتي بتوع ميل الكتف. بعد كده باخد دوران الرقبة وهقسم على الخمسة الناتج، هحطه هنا من عند القماش المطبق يعني السليم ده. هاخد الناتج كده مثلا دوران الرقبة 40، هيبقى على الخمسة فيها 8، هحط كده من هنا لهنا 8 سنتي، وهنزل للظهر كده من هنا للحردة الخلفية من 2 لـ2.5 سنتي، خلاص. وهوصل ميل الكتف كده يا جماعة. بعد كده هبدأ احدد فين مكان الصدر وفين مكان الوسط وفين مكان الارداف زي ما احنا متعودين. بنحدد مكان الصدر يا جماعة، بيبقى ده خط الصدر اللي هو بحدده من اعلى حتة في الكتف لغاية اعلى بروز في الصدر، ده بيجيب لي خط الصدر، خلاص. فباجي احدد خط الصدر، بقيس المقاس ده كده اللي احنا قسناه. فمثلا عندي خط الصدر اللي هو لغاية اعلى بروز في الصدر لغاية كده، فبعمل خط كده اهو، هيبقى ده خط الصدر. بعد كده بحدد خط الوسط برضو من نفس المكان كده اللي هو اعلى حتة في الكتف لغاية الوسط اللي هو قلنا فوق السرة باربع صوابع، ده كده عشان احدد مكان الوسط. فهاجي كده احدد مكان الوسط اهو لغاية كده مثلا، بعديها بعشرين سنتي بتنزلي تحددي خط الارداف، وطبعا ده بقى كده طول الجيك. بعد كده ببدأ اخد الدورانات اللي هي دوران الصدر ودوران الوسط ودوران الارداف، وكل دوران من دول هزود عليه حوالي 6 سنتي مقدار راحة عشان ده شتوي، وهقسمه على الاربع. يعني مثلا اللي دوران الصدر عندها 100 هيبقى 106، هجيب ال 106 دول واقسمهم على الاربع عشان اجيب الخط بتاع دوران الصدر. فهاجي كده ناخد الدوران مثلا كان 100 وبقى 106، هعمل 106 كده اقسمهم على الاربعة واحط المقاس على خط الصدر. طلع مثلا عندي المقاس لغاية كده،
وخدت دوران الوسط وقسمته على الأربعة برضو، طلع لغاية كده والأرداف لغاية كده. ببدأ أوصل كده يا جماعة المقاسات دي ببعضها كده. خلاص هاجي بعد كده اخد دوران حردة الجيرو. دوران حردة الجيرو كنا بنلف المزورة حوالين الجزء ده اللي هو التقاء الدراع بالكتف واقسمه على الاتنين. الجزء ده بقسمه بالظبط وبلف المزورة عليه بالظبط ومن غير ما اسيب وسع، واقسمه على الاتنين. نفترض طلع 40، 40 يبقى باخد 20 هنزلهم من بعد ميل الكتف كده 20 سنتي. خلاص بقى ناخد المقاس بتاعنا كده، وصل مثلا لغاية كده، فبروح على طول عاملة خط. الخط ده بعمل له خط موازي كده لخط الصدر اللي هو ده. تمام، هنوصل الجزء ده. بعد كده هطلع من هنا 2.5 سنتي من الزاوية القايمة دي وهوصل كده. لما اجي اعمل الحردة الامامية هحردها شوية. لما اجي اقص بقى، شايفين كده يا جماعة، لازم اسيب وسع كده اهو من 5 لـ6 سنتي، ده امان ليكي قبل ما تخيطي. تسيبيه كده وسع في الجزء ده كده، ممكن تخيطي في نصهم، المهم ان انت ما تقصيش على الحجم الاصلي علشان ايه ما يطلعش ضيق. هقص انا كده ده كده الخلفي، بتسيبي طبعا زيادات للخياطة. ده كده الجزء الخلفي. خلو نعمل الامامي كده يا جماعة، يبان من الجاكيت ان هو اصلا ما فيهوش زراير، وان هو يدوبك جاي كده، يدوبك يعني ملمس بعضه كده. خلاص، فاللي هو هاخد الجزء الامامي زيادة 3 سنتي عن الخلفي، يعني هيبقى 3 سنتي في الطرفين، 3 من فوق و3 ايه من تحت. كده الامامي افتحه الاول. خلاص كل اللي هنعمله هنقعد نرسم زي ما احنا رسمين كده بالظبط اهو. وهنيجي عند حردة الرقبة الخلفية هرسمها اهو. خلاص، وهنا طبعا هنا خط الصدر، وهنا خط الوسط، وهنا خط الارداف، عاملين لهم علامة. طيب هعمل ايه؟ هاجي انزل لحردة الرقبة الامامية. كنا قلنا ان الرقبة لو هي 40 فعلى 5 فيها 8، كنا في الخلفي اللي هو لغاية كده، كان الخلفي لغاية كده يا جماعة، احنا سايبين الامامي زيادة 3 سنتي. فانا كنت باخد 8 كده وانزل 2 سنتي كده او 2.5 سنتي. انا هاجي اخد 8 سنتي من بداية القماش كده، هنزلهم لتحت كده، يعني هاخد الجزء ده كده زي ما هو كده اهو، هاخده انزل بيه كده من بداية القماش لتحت كده. او هتزودي بعد ده، بعد اللي هي الحردة الخلفية، هتزودي حوالي 6 سنتي، ده لو الناتج بتاعك كان 8. خلاص عملت كده، هوصل اهو. هاجي هنا للحردة الامامية وهدخل 1.5 سنتي من هنا اهو اهو، هقص كده الامامي خلص. كل حكاية ان انت هتعملي له سجاف كده، السجاف اهو هيجي ماسك المنطقة دي كلها، كل الجزء ده هيبقى معمول من السجاف. هقص لو هتبطني بيتقص البطانة زي الجاكيت بالظبط. كده قصينا الامامي، هنقص السجاف بتاعه بس اوريهولي. قصيت السجاف اهو زيه كده بالظبط، السجاف ده بتحطيله فازلين طبعا.
تعالوا بقى ايه نشوف هنقص الكولة بتاعته ازاي. هسيب من هنا حوالي كده 4 سنتي 4 سنتي، بس تعملي حساب الخياطة. يعني انا طبعا النموذج اللي بعمله ده صغير، خلاص هتسيبي كده 4 سنتي كده، وهتعملي علامة ان انا هبدأ الكول بتاعتي من هنا. بس عشان اقص الكول لازم اكون مدبسة الاكتاف الاول، اعملها بدبابيس عشان اقيس مقدارها قد ايه. فانا هعمل كده فرد كده اهو، ان انا هركب الكول من هنا. هشيل السجاف دلوقتي وهبدأ اركب الصدر على الظهر، هعمله بدبابيس. خلاص هنفرد ده كده، وهقيس المسافة من هنا لهنا قد ايه، من العلامة للعلامة اللي انا عاملاها دي قد ايه. ممكن تقيسيها كده بالمزورة، ممكن تقيسيها على القماش مرة واحدة وتعملي حساب الخياطة. خلاص باخد المقاس وازود عليه 2 سنتي مقاس للخياطة. هنيجي كده ناخد قطعة قماشة اهي، شايفين كده العرض اهو ازيد شوية من المقاس اللي احنا ايه واخدينه، ازيد عشان الخياطة. بس كده يا جماعة حددنا مقاس القماشة اهي من العلامة للعلامة اللي انا محدداها اهو، وسيبنا جزء للخياطة. اما ده كده الطول هيبقى حوالي 20 سنتي. هتطبقي القماشة كده طبقتين وبعدين طبقتين تانيين، وهنيجي كده يا جماعة نطبق الظهر بتاعنا كده بالامامي من النص كده، هيديني الشكل ده كده. خلاص هاجي كده اقيس الجزء ده اللي انا عاملاه اللي انا هركب من عنده الكولة اهو، قسته كده. فهروح جاية من هنا اهوت وعاملة علامة من فوق كده ان انا عايزة طول الكول من هنا يبقى بالطول ده. خلاص اهو كده، وطبعا هبقى ازود له جزء للخياطة. ماشي كده اهي، عملت علامة كده. هاجي كده احط الظهر كده، شايفين حردة الرقبة كده، نص الظهر متطبق اهو والامامي اهو. انا هاجي طبعا انا عايزة اخد الكولة لغاية العلامة اللي انا عاملاها كده، ماشي كده. فاروح حاطة النص على النص كده يا جماعة اهو، النص على النص، وهرسم الحردة زي ما هي كده. خلاص وهطلع بقى كده بالجزء ده لفوق، وهسيب جزء للخياطة. تمام كده يا جماعة، يعني هي الكولة بتبقى محرودة حردة بسيطة. تمام، حاجة اقص الجزء ده كده، بس طبعا لازم اسيب فيه جزء للخياطة. كده هعمل علامة في النص. خلاص كده يا جماعة الكولة المفروض بقى تتخيط من هنا ومن هنا، ويتحط لها فازلين. هخيطها واشوفها. انا طبعا انا هركب لك الكول وهوري، يعني انا وريتك كده طريقة قص الجاكيت، لكن الكمام انت بقى هتشوفوا اي فيديو فيه كمام، لان انا كده كان رد سريع على الاسئلة زي ما اتفقت مع حضراتكم ان انا ارد بسرعة على الفيديوهات يعني كده. هشوف كده الكول هتتركب ازاي. خيطت الكول اهو يا جماعة كده وقلبته،
المفروض بتديله بنط خياطه كده، لو خياطتك حلوه على المكنه، لو مش حلوه اكوي وخلاص. طيب لو انا مش هبطن يا جماعه، كان لازم اعمل سجاف لحرده الرقبه الخلفيه، اللي هي هقص حرده زي دي، حته قماشه كده هحردها من النص زي الرقبه كده بالظبط، هطبق القماش كده تاني واقص عليه قطعه قماشه، ده في حاله ما انا مش هبطن. ده السجاف بتاعي اهو، حطه كده، فهقص قطعه قماشه بالشكل ده كده، هجيب قطعه قماشه ونقصها ونشوف هنعملها ازاي. يا جماعه اهي خلاص انا رسمت حرده الرقبه الخلفيه ومحدده عرض الكتف بتاع السجاف اهو، ممكن يبقى عرضه كده 7-8 سنتي زي ما تحبي، ممكن 3 سنتي. هقص الجزء ده كده يا جماعه، وزي ما قلت ده في حاله عدم وجود بطانه. هنيجي كده للسجاف بتاعنا وهخيط فيه الجزء ده، ممكن اخيطه كده مع بعضه مرة واحدة كده، او ممكن له طريقة تانية في التركيب، بس عموما دي اسهل لك. يعني انا هخيط لك السجاف مرة واحدة كده في الجزء الخلفي ده، وبعد كده هنركب الكولة. بعد ما خيطت السجاف اهو الخلفي والامامي، قفلناهم من عند الكتف اهو، هنجيب الجاكيت بتاعنا اهو وهفرده زي ما حضراتكم شايفين كده، هجيب الكولا احط الطرق هنا، وبتمم على الاطوال دي يا جماعة، بأكد ان انا لازم الطول ده من هنا يكون قد الطول ده، بس الطول ده الجزء ده يكون زاد شوية لانه هيتخط في سجاف، فيكون في مقدار زيادة للخياطة، فلازم يكون العلامة قد كده. خلاص كده يا جماعة في جزء زيادة من هنا، هحط كده دبوس هنا، وفي النص دبوس هنا على العلامة اللي انا حطها في الظهر من ورا خلاص، والطرف التاني هيجي هنا تمام اهو، دبوس هنا ودبوس احطه في النص اهو، ودبوس هنا. ده لازم تدبسي الكول بتاعتك كده او تسربيها الاول وتجهزي مكانها وتتممي على اطولها. خلاص عملنا كده يا جماعة، هنروح جايين جايبين السجاف بتاعنا اللي هو ده اهو، وهحطه كده، هيتخيط فوقهم، هيبقى وش السجاف اهو، عدلة القماش بتاعت السجاف اهو نضيف اهو لوش الجاكيت كده. هنخيط بقى كده حوالين وحوالين حردة الرقبة ومن الطرف التاني من هنا، هخيطها كده ونشوفها يا جماعة كده كده، حوالين الرقبة حوالين الطرف التاني اللي هو ده، هنخيط كده ونشوف. خيطت اهو كده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، وده السجاف اهو من ورا كله اتحط كله فوق بعضه واتخيط. هنيجي بعد كده نشيل الزوايد دي اللي في حوالين حرده الكولا نفسها ونشقق عشان ترتاح لما نيجي نقلبها، لو اي زياده كده بتشيليها طبعا، تخلي زياده بسيطه خالص خلاص، ونشيل الاجزاء اللي في الاطراف دي كده علشان ما تكلكعش، وبعد كده هنقلب. شايفين الكولا تكوي طبعا، هنفرد بس كده، نفرد الناحيه التانيه بعد كده يا جماعة، بنقفل الجناب نشوف الشكل كده، وطبعا بتعملي بنط خياطة، الشكل بيبقى بالشكل ده كده حبايبي زي ما حضراتكم شايفين.
الجناب ونشوفه. ده كده الموديل بتاعنا يا جماعة، بعد ما خلص يا رب يعجبكم وان شاء الله تنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.